بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، انا عاوز اعمل كاونتر. الكاونتر ده بيعد من 0 ل 10. انا عاوز من رينج من 0 ل 3 لمبه قادره تنور، نفس الاكزامبل اللي احنا عاملينه، ومن 3 ل 5 لمبه برتقاني تنور، ومن 5 ل 10 لمبه حمراء تنور. عاوزك تعملها لي مره بالكاونتر ده ومره بالكاونتر بتاع الاد اللي احنا اتعلمناه المره اللي فاتت. طبعا مساله الكاونتر هبتدي احل معاكم بقى المساله بطريقه الكاونتر. انا عندي دلوقتي اهو كاونتر اب، هنخلي ايه بقى الرنجات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي من 3، دي هتبقى 3، دي هتبقى 3، دي هتبقى 7، نفس الحل اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. وعندك من كام؟ من 7 لكام؟ ل 10. وشكرا، وشيل اخر نتورك دي مالهاش لازمه. خلاص، ده حل المساله. طيب انا عشان احلها بموضوع الجمع اللي هو اد 1، هتشيل الكاونتر ده، بس احنا بقى عاوزينه في ايه بقى؟ دي واحده هتعمل اد، هتحط الناتج ام دبليو 0، صح؟ بس احنا هنحطه في ام دبليو 2، ونشيل من بي سي دي الانتجر دي ملهاش لازمه، صح؟ دي الطريقه الثانيه بقى في الحل اللي احنا كنا بنتكلم عنها، ودي هتبقى ام دبليو 2 بلس 1، ونشيل ده كمان، وهنا يتحط فيه ايه؟ البص في ايدج، واكتب عليه ام 100 دوت ايه؟ دوت 0. ده لما انا اعمل كاونت اب. طب انا عاوز اعمل كاونت داون. بص يا شباب اهو، هتبقى دي ام 100.1، وبدل ما هو بيجمع واحد هيجمع ايه؟ سالب واحد. يبقى انا كده ده السويتش بتاع الايه؟ الكاونت داون. طب انا افرض عاوز اعمل ايه؟ الست، اعمله ازاي؟ ده اي 0.2، ده لو انت عاوز تعمل الست هتعمل موف. فين الموف؟ هي طبعا ملهاش لازمه الست والريست، بس الكاونت اب والكاونت داون ده كان ليهم لازمه، والريست هوريك الريست. دي بقى ممكن نعمل موف فين، بس مش هكتب بقى موف سي شيب باك، هنا هكتب ام دبليو 2 وموف مثلا كام؟ 5. خلاص، دي كده كاني عملت الست، ودي كاونت داون، وده كاونت اب. الريست بقى هتبقى 0.3 اهو، وموف كام؟ 0. مش كده كاني عملت الكاونتر بالظبط؟ مش هو ده الكاونت اب اهو، وده كاونتر داون، وده الست، ان انا بموف قيمه، احط قيمه اللي انا عاوزها واموفها، ودي الريست ان انا موف 0 في العداد بتاعي، وشلت الكونفرتر اللي هو من بي سي دي لانتجر، عشان ده بيطلع انتجر على طول، وايه؟ وهشغل اهو. انا عندي الريست اي 0.3. بص الام دبليو 2 هتبقى بكام؟ هي ب 35 دلوقتي. هدوس على الريست راحت مصفره اهو لي. بص هدوس على 1 2، بص الاوت طبعا ده مش موجود، الاوت ده طالع، اول ما يوصل ل 3 هيروح ناقل على اللي بعده لغايه 7 6 7، هينقل. تمام. طب افرض انا عاوز اعمل كاونت داون اهو، بيعد اهو 5 4. طب افرض انا عاوز بقى اعمل ست ب 5 اهو. طب انا افرض عاوز اعمل ريست اهو، ممكن اهو بدأ من صفر اعمل ست، يبقى 5 على طول واجمع اهو. انا عملت ازاي؟ انا عملت اد 1 اهو، ده بالانتجر. ممكن اعمل بالريال، يعني ممكن بدل ما هي تبقى انتجر تبقى ريال، خلاص. بس احنا ايه، خلينا في الانتجر اهو، وده كاونت داون بجمع سالب واحد، او ممكن اطرح
وممكن هنا ايه تاني اعمل موف بقى بالقيمه اللي انا عاوزها بالخمسه او بالزيرو. الاي 0 دوت 3 دي هتبقى الريسيت والاي 0 دوت 2 دي اللي هتبقى الست. ماشي ماشي، شكرا يا شباب، السلام عليكم.